أثارت العملية الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية عن توقيف 2715 شخصا، تم إيداع 1530 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.